الفعل الروحي لا يأخذ منك ولكن يعطيك. العكس تماما. اللي جرب الحكاية دي هيفهمنا تماما. فعل الروحي زي فعل السجود مثلا، لحظة التصرمد ولحظة إسلام القلب بالكلية في لحظة السجود. اللي جرب السجود، السجود بقى اللي هو يعني مش سجود الجوارح مش سجود ايدين وجسم، لا سجود قلب وسجود روح، اسلام الوجه تماما، تصرمد، لحظة التصرمد الجميلة دي، لحظة الانسان ما يطرح كل شيء ويفنى. اللي جرب هذه اللحظة يعرف انها لحظة بتشحن الانسان بشكل مجهول. ممكن إذا كان مريض يشفى، متعب يستريح، يائس يستروح بالأمل. إيه اللي بيحصل؟ إيه الأسرار في هذه اللحظة؟ ما حدش يقدر يعرفها إلا اللي جربها. اللي جرب هذه اللحظة هي لحظة السجود. ربنا بيقول فاسجد واقترب، فهي لحظة قرب، لأن هذه اللحظة هي لحظة قرب من مصدر كل شيء بقى، مصدر النعمة والنور والمدد والطاقة وكل حاجة. فمجرد انها تحصل كما يجب ان تحدث بتؤدي الى شحن. فهي نوع من الفعل، الفعل الروحي نوع من الفعل يعطيك ولا يأخذ منك، بتنعكس المعادلة تماما، لانه فعل يضيف مش يسلب. اي فعل اخر زي النشاط الجسماني، جري، مش عارف ايه، طلوع سلم، ده عاوز بحالة سالبة، لازم انت تغذيها باستمرار بالفحم والوقود والبترول. الجسم بيعتمد على السكر والأكسجين لغاية ما نمشي بقى في مدارج الفعل، بدءا من الجسم للنفس للروح. لما نوصل للنشاط الروحاني فنلاقي المعادلة تنعكس. الفعل الروحاني يضيف إليك ويعطيك وما ياخدش منك، ما يستنفدش منك أي حاجة، لكن بالعكس بيضيف إليك.